مساء الخير، أهلا بكم. 11 من المصابين بفيروس كورونا توفوا خلال الساعات 24 الماضية. العدد هو أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ ظهور الفيروس في المملكة. وزارة الصحة أعلنت في الحصيلة أيضا تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس، العدد الأكبر منها سجل بجهتي الدار البيضاء سطات وفاس مكناس. أما عدد حالات الشفاء فبلغ 513 حالة. روبورتاج عبد الحميد المرابط وهشام السمي. العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد ببلادنا يرتفع إلى 21387 حالة بعد تسجيل 500 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. سجل 423 منها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، والذي شمل إلى حدود هذا الوقت 116762 مخالط، فيما لا يزال 13539 مخالط رهن التتبع الصحي. وحسب وزارة الصحة فإن الفترة نفسها عرفت تسجيل 11 حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 327 حالة، فيما انتقل عدد المتعافين من الفيروس إلى 17066 بعد التأكد من شفاء 513 حالة إضافية بنسبة تعاف بلغت 80%. ووفق المصدر ذاته فإن معدل الإصابة بالفيروس وصل إلى 1.4 لكل 100,000 نسمة، وقد تصدرت جهة فاس مكناس قائمة الجهات التي عرفت أكبر نسبة إصابة. فاس مكناس ب 3.62 لكل 100,000 نسمة، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات 2.21 لكل 100,000 نسمة، ثم جهة مراكش أسفي ب 1.34 لكل 100,000 نسمة، فجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 1.17 لكل 100,000 نسمة، فيما باقي الجهات نسبة الإصابة أقل من 1 لكل 100,000 نسمة، مع العلم أنه كما قلنا 3 ديال الجهات لم تسجل بها أي حالة. هذا وقد بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بمختلف مستشفيات المملكة 3994 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 68 حالة بمختلف جهات المملكة. تسارعت إذن وتيرة الإصابات ووتيرة الوفيات وأعداد الحالات الحرجة، فما سجل خلال الأسبوع الأخير من إصابات تجاوز حصيلة 4 أشهر. هذا التطور المقلق بدت تداعياته جلية على أقسام الإنعاش، توفد كبير للحالات الحرجة، واقتضاد استدعى بذل مزيد من الجهد من طرف الأطقم الطبية، خصوصا في المدن التي شهدت انتكاسة كبيرة للوضعية الوبائية، بينها مدينة فاس. من المستشفى الجامعي الحسن الثاني في المدينة، روبورتاج سارة جابر إدريس الكوهن، تحرير سعاد زعتراوي. الصورة من قلب قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. مريض تحت رحمة آلة التنفس الاصطناعي بعد معاناته من فيروس كورونا، ومثل هذه الصورة كثير بهذا القسم. السبب ديال هذا الشيء بطبيعة الحال هو الارتخاء اللي رجعنا كنشوفوه فيما يخص الالتزام بالتدابير الاحترازية، بحيث أننا كنشوفوا الناس كيتسالوا في الشوارع، ما كاين لا تباعد اجتماعي، ما كاين ارتداء الكمامة تقريبا غير موجود، حتى فاش كيكون موجود ما كاينش ذاك الضبط في ارتداء الكمامة. إذا كاين واحد المشكل كبير، العدد ديال الناس غادي وكيرتفع، ولما كيرتفع العدد ديال الناس المصابين بفيروس كوفيد 19 لابد كيرتفع العدد ديال الحالات اللي كتوصل للمرحله ديال الخطوره. الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش الخاص بكوفيد 19 13 سريرا ملئت عن آخرها، مما اضطر إدارة المستشفى الجامعي إلى فتح قسمين آخرين للإنعاش خلال الأسبوعين الأخيرين بحكم طبيعة الحالات الحرجة التي تفد في الآونة الأخيرة. الحالات اللي كنشوفوهم الان في اقسام الانعاش وفي المستعجلات هي حالات خطيره جدا، اللي كتقيس الناس اللي صغار والناس اللي كبار، اللي كتقيس الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي ما عندهمش امراض مزمنه. هذا هو لو ميساج اللي مهم يوصل للمواطن، راه حتى شي واحد فينا ما محمي بشكل كلي من هذا الوباء. لما كيوصل الانسان لقسم الانعاش او العنايه المركزه وكيحتاج الاكسجين وكيكون عنده واحد النسبه كبيره من الرئه ديالو مريضه، ما كنعرفوش كيفاش كتطور الحاله ديالو، كل احتمالات وارده بما فيها احتمالات الوفاه، لان كنشوفوا انه الوفيات في المغرب بدات كتطلع بشكل مستمر مقارنه مع واحد المرحله اللي كان براتيكمون عدد الوفيات اقل
او كنا كنشوفوا مجموعه الايام اللي كتكون بدون وفاه، الان ما كيمكنش كل نهار كاين الوفيات. الأطباء بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس يشهدون التطور المقلق للوضع منذ بداية الوباء بالمغرب وإلى حدود اليوم، قلق يرجع بالأساس إلى عدد المصابين وتطور حالتهم بقسم الإنعاش مهما اختلفت أعمارهم. كاين فرق كبير ما بين مرضى الكوفيد في الاول ديال الابيديمي مع دابا، دونك حاليا كيجيو الحالات حرجه بزاف، عندنا على الاقل 3-4 هاد الحالات اللي كيحتاجوا الاكسجين ما كيكفيهمش ولا فونتيلاسيون نون انفازيف، وكنضطروا نديروا التنفس الاصطناعي 3-4 ديال الحالات في النهار. دونك الاعمار ديال الناس راه ماشي غير الناس الكبار والناس اللي عندهم لي زونتيسيدون، اللي عندهم امراض مزمنه. دونك جميع الفئات العمريه، بحيث نص ديال المرضى مرضى صغار من 20 عام حتى 40 عام، حيت دابا هذا النهار عندنا مريض في عمره 20 عام ما عنده حتى شي اونتيسيدون، دونك والليليه ديالو مدمره ب 75%، كلها دمرها الكوفيد. الوضعيه الوبائيه ديال المغرب ما كتبشرش بالخير، الحالات في تصاعد مستمر. في الاول ديال مارس كنا كنشوفوا الحالات اللي شويه ماشي حرجه بحال دابا، العدد كيتزايد، كنا كنشوفوا ناس اللي الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 50 و80 سنه الاغلبيه، ولكن حاليا كنشوفوا ناس صغار دي جون ما بين 20 و30 عام اللي لي بومون ديالهم او الجهاز التنفسي يعني مقيوس بواحد الشكل كبير. وضع الكمامه، التباعد الجسدي، غسل اليدين، ثالوث هو بر الامان لمن يعتبر قبل ان تغلق باب الحياه في وجه كل مستهتر. ومدينة فاس من بين المدن الثمانية التي شملها قرار إغلاق المخارج والمداخل في وجه حركة المواطنين منذ منتصف الليل ما قبل الماضية. عاد إلى تفاصيل هذا القرار ودواعيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال اجتماع انعقد اليوم في الرباط بخصوص البرنامج الحكومي. نستمع لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. بغيت نقول بأن القرار بحال هذا ماشي قرار سهل، هو قرار صعب، والاتخاذ ديالو كيخضع المشاورات، كيخضع النقاشات مسبقة، وما كنتاخدو إلا إلا كان الرأي ديال اللجنة العلمية اللي فيها خبراء حتى هما كيعطيو الرأي ديالهم وكيقترحوا وكنتاخدو هذا القرار. ونحن واعون بصعوبته وبقساوته، واعون أيضا حتى بتأثيراته، ولكن راه ما كاينش بديل. فلذلك انا بغيت نقول دابا راه يمكن اتخاذ قرارات اصعب في المستقبل، ويمكن تجنبوا هذه القرارات، بمعنى نرجعوا للقرار الاول ديال المنع من الخروج، ديال اغلاق الانشطه التجاريه، ديال هذا الشيء يمكن نرجعوا ليه الا اضطرينا. دابا ماشي ضروري في الوضعيه الصحيه الحاليه، ماشي ضروري، وباش نتجنبوا هذا الشيء خصنا نتعاونوا جميعا. وبحسب الشركة المغربية للطرق السيارة، فإن الساعات التي تلت الإعلان عن قرار إغلاق المدن الثمانية شهدت حركة سير كثيفة فاقت بمرتين الحركة التي تسجل خلال نفس الفترة عادة. هذا وأوضحت الشركة أن عدد حوادث السير بلغ خلال هذه الفترة 19 حادثا لم تتسبب في أي حالة وفاة، دائما بحسب الشركة المغربية للطرق السيارة. تزامن فترة العيد والمسار المقلق الذي دخلته الوضعية الوبائية إذن يستوجب منا المزيد من الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية، ففترة عيد الأضحى تشهد تنقلات كبيرة ورواجا اقتصاديا قد يتناسف في خضمه بعض المواطنين احترام هذه التدابير، على رأسها وضع الكمامة والتباعد الجسدي. من مدينة الحسيمة ريبورتاج من تحرير ياسين كوينتي. مدينة الحسيمة سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، رغم محدودية عدد الإصابات أصوات من داخل المدينة تطالب بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس. المواطنين دابا اللي كيسافروا لبلادهم يعني خصهم لابد اخويا يعني يديروا الكمامات ديالهم، يلتزموا بها ويخلوا المسافة ويديروا الاحتياط يعني قدر ما يستطيعوا يعني ولابد، باش يعني ما هذا الوباء ما يطولش، فهمتي؟ خصنا حنا يعني نقضيو عليه ونديروا يعني اليد في اليد. انا اللي كنطلب من الناس يعني ياخذوا الحيطه والحذر، لان هذا الشيء ولا مرتفع بواحد الشكل مهول،
ولا هذا الشيء كيخلع والفيروس ولا كيطاشر بواحد السرعه ماشي بحال الاول ديالو. وحنا خصوصا مدينه الحسيمه راه داروا الحجر يعني بجديه وكانوا ملتزمين بالحجر ولدابا باقي الناس ملتزمين. رواج تجاري مع اقتراب عيد الاضحى يستلزم ضروره اخذ الحيطه والحذر والتقيد بالاجراءات الصحيه وتجنب التجمعات العائليه لتفادي نقل العدوى والتحلي بروح المسؤوليه ضمانا في ان تمر هذه المناسبه الدينيه في ظروف جيده. العيد جاي وبنادم ما يمشيش العائله ديالو يحضي راسه من هذا المرض، بنادم ما يجمعش مع الناس، يكون شي واحد مريض الله يحسن عاون والله يشافي الجميع ان شاء الله. والكمامه ولابد هذه نصيحه مني، الكمامه لابد بنادم يدير الكمامه يحضي راسه. الانسان خصو يفكر فيها هي الوليه، الكمامه ضروريه للجميع، نعاود لك للجميع. خصو اي واحد خصو يدير الكمامه، كيدخل في مثال شي للسوق ولا شي حاجه شي بيسري ولا شي حانوت كبيره خصو يدير الكمامه، الا مشى للسوق كذلك، الا مشى للمحطة كذلك يدير الكمامه. مدينة الحسيمة التي تعرف تحكما في الوضعيات الوبائية بفضل وعي المواطن، إلا أن هناك حرص من لدن السلطات الصحية بالمدينة على الالتزام بروح المسؤولية والنضج من طرف الساكنة، وذلك باحترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية قصد الحد من تفشي الفيروس. والتدابير الوقائية من تباعد جسدي وكمامات مطلوبة وواجب احترامها أكثر داخل أسواق بيع المواشي التي تعرف تجمعات بشرية كبيرة. تم تحديد هذه التدابير بشكل دقيق ضمن دليل أعدته السلطات المختصة عن مدى التزام الباعة والزوار بهذه التدابير. نتابع نموذجا من سوق بمنطقة بدهاج بإقليم الحوز في ريبورتاج محمد شحيمة تحرير خالد نجدي. الولوج إلى سوق بيع الأضاحي بالجماعة القروية سيدي بدهاج التابعة لدائرة أمزميس مشروط بالالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 التي تضمنها الدليل المشترك الذي أصدرته وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. السوق راه فيه جميع المعايير اللي فيه التباعد وفيه المعقم وفيه الكمامات وفيه جميع الوسائل اللي كتحمي المواطن. كاين الدخول بالقانون وكاين الخروج بالقانون وكاين التعقيمات موجوده، كل شيء موجود. كاين الكمامات تيتعطاو كل شيء بعنا والناس تخدات مزيان، داك الشيء منظم وكاين التباعد ما بين الناس والاخرين، داك الشيء دا زوين. بسوق جماعة سيدي بدهاج تنظم أيضا حملات تحسيسية مكثفة تستهدف مربي الماشية والزوار، واعتمدت إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير السوق ومرور عيد الأضحى في ظروف آمنة. كانت واحد اللجنة مختلطة ما بين مختلف مصالح اللامركزة لوزارة الفلاحة، لونكا، لونسا، لا ديبيا، لا ديرا، وكذلك السلطات المحلية لشرح وتحسيس جميع الزوار على أهمية التدابير الوقائية، كذلك وضع سجل لتتبع جميع الزوار، كذلك السوق ما تدخل له إلا الخرفان المرقمين من اللي تضبطوا المسار ديال الخرفان. المديرية الجهوية للفلاحة بجهات مراكش أسفي تشير إلى أن هذه التدابير معتمدة في جميع الأسواق النموذجية المخصصة لبيع الماشية، وتؤكد أن العرض كاف وأن القطيع المعد للأضحية يتمتع بصحة جيدة.